زينة زينة ليش سوي زينة ما تربي علي ما تربي علي أوكي أوكي بس روقي بفهم ردة فعلك ردة فعل شو مو ترابة ساعة شسفة خفان معي لا زينة لا زينة روقي زينة خدي نفس أنا بعتذر حبيبتي ما كنت عارفة مين في هون لو عارفة إنه هيدا أنت ما كنت فتت هيك سامحيني لحظة علي لأستوعب طبيعي يصير هيك انت كنت مفكرتيني ميتة فجأة طلعت بوجهك بس انا مني ميتة يا زينة كل هاللعبة لعبت خيي وسام هدي اشربي مي هدي اعصابك بدي بليز زينة اشربي اكيد هلا عم نأذن شفت امك بليز مش عم صدق ليه؟ معقول ما كنت تتوقع من وسام يعمل فيي هيك؟ انت اكتر شخص بيعرفه لك في مربطك وانا اقول مين خاطف صحر انت عايشه عايشه ايه؟ ويا ريت نمت هداك اليوم صحر سكيني كيف بدي فكك؟ مستحيل اقدر مش عم صدق عيوني بفهمك وسام وين نايم سحر بليز فكيني لقي طريقه فكيني مستحيل لا مش مستحيل فكيني 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 وطي صوتك هلا بيع وسام بيقتلنا ثلاثتنا ثلاثتنا خليني طلع وسام ورجع انت حبيبي من الجو وهيدا اللي خليهم يخفوني الله يستروا على الفضيحة سحر منا طفلة إذا كانت عن جد بتحبك كان فيها بكل بساطة تترك بيت أهلها وتمشي زينة أنت ما عم تفهم علي سحر ما فيها تتجوز حدا تاني ما فيها شو قصدك ما فيها؟ ما فهمت عليك ليه سكتت جو؟ شو قصدك بهالحكي؟ صاير شي بينك وبينها؟ شو بيك؟ رد علي شغلتلي بالي صاير كل شيء ياخد كل شيء وسام هددني قال يا بعمل اللي بده اياه او حيقتله لجوه فضل
بتعرف تسكت. حافظ على حياتي وحياتي. حياة جو والطفل. سحر، احنا لازم نهرب من هون. نهرب من هون؟ يمكن فكك وتقدري تهربي، بس وسام رح يعرف انه انا اللي خلصتك ورح يقتلني انا والطفل. تهربي معي سحر؟ ما رح فيلا وحدي. مستحيل. ليه مستحيل؟ شوفي بطني قدامي، انا جد قادره امشي، كيف بدي كاني اركض بهالليل؟ طيب نحن وين؟ هيدي الفيلا القديمه لبيت جدتي، اهلها للماما. وين يعني؟ اخر معمر الله. معك تليفون؟ من كل عقلك يعطوني تليفون. نادية بتعرف انك عايشة؟ مش من زمان عرفت، بس ما تلومي يا زينة، وسام هددنا كلنا. أي ولا عم ينفك؟ جربي سحر، جربي. هاي ينزل تم إيدي. طيب خلص، أصلا ما بيسوى تشدي كتير كرمال البيبي. خلص رح روح المطبخ جرب لي إشي سكين قصها الحبل فيه. لا، ساعتها بيعرف إنه هيدا أنت. خلص رح أخفي الحبل. سحر شو عم تعملي؟ ولا كلمة نجاح، ولا كلمة. برافو برافو برافو، شو حلوة هالجمعة. وسام أنا أنت بتخرسي وما بتحكي ولا كلمة، خدي نجاح ويلا من هون. قلتلك خدي يا روحي من هون. إذا بتقرب مني بدي أقتلك. لا عن جد خوفتيني. ليكي كيف عم برجف ليكي؟ أحسن لك تضلك بعيد عني وسام. كبي هالسكينة من إيدك بلا هبل، ما رح تضهري من هون إلا على جثتي. وأنا ما عندي مانع شوفك ملقح بالأرض وأدعس عليك وأمشي. كيف قدرت تعمل هيك بأختك؟ ولأنت شو أنت؟ بعد فيني أعمل أكثر، المهم أشوفكم مبسوطين. بشفق عليك، أنت واحد مريض. مريض بحبك. تعي إذا بدك، بهالسكين شيلي قلبي من محله واسأليني بحب. روح شوف شي طبيب نفسي تعالج عنده، أنت نهايتك صعبة كتير. خليكي هون أنت والسكين اللي بإيدك، ما راح يفيدك بشي. شوفك الصبح هيك بركي بتكوني رقتي واستوعبتي إنه مستحيل تهربي من هالغوضة.
اعملي لك افتحي الباب سحر، افتحي بعد كده تخلصيها. ها تعرفي شو كلفتني تخطفتها وشفتها لتعيش معي؟ كلفتني كل حياتي كل حريتي، وانت جاي تفكيها؟ تربت فكراتك شو غبيه. افتحي الباب سحر ولك افتحي الباب. ليش يا ربي؟ ليش هيك عم بصير معي؟ ليش؟ طيب بفرجيك يا سحر، عاملين لي ابطال انت وياها؟ بدكن تهربوها؟ بعملتك هيدي حكمت عليها تموت هون؟ بدل تموت لنا ولا شوي اعرف انك عايشه. سامعه؟ وبرجع بقتلك وبدفك بايدي قبل ما تتجوزي، فهمتي؟ عمول معروف فين قبل ما يجي مجدي؟ مش خايفين لا من مجدي ولا من ابو مجدي. اسمعيني شو بدي اقول لك يا ست. دعوى الخطف رح نسحبها. وزينة ما رح تقول انها كانت مخطوفة. وانا ما رح ادعي على وسام شخصيا مع اني مشيت على العكازة تشبعت. وربيع بس يوعى كمان رح يسقط حقه. وانت بتعرفيني كلمتي كلمة. وهيك ابنك اذا فات على الحبس بيفوت كم شهر وبيطلع. ابنك قاتل وخاطف، يعني إذا كمشود درك رح يروح فيها 10 سنين على القليلة. كرمال هيك إذا بتعرفي وينه خبريني، خلينا نرد زينة عبيتها. أمي رح تموت من الحزن والهم، لا عم تاكل لا عم تشرب لا عم بتنام. حطي حالك محلها. لو بنتك هي اللي مخطوفة شو كان صار فيكي؟ لو ابنك هو اللي مقوص شو كنت عملتي؟ عملي معروف يا ست سلوى، قوليلي ويني زينة. يا ريت بعرف، كنت قلتلك. يعني ما في فايدة، ابنك مش رح يضل هربان كل عمره، رح ينكمش بالآخر. عن إذنك مشغولة. أم عبدو؟ أم عبدو؟ طلعي واعي نادية وقولي لها تجي لعندي على الصالون عايزتها. نادية واعية من زمان، طلعت تركض بس لهلا بعد ما رجعت. كيف يعني بعد ما رجعت؟